كشف كثير من الأسرار والغموض الذي يحيط بوفاة اللاعب الإنجليزي عن عمر 23 عام اللاعب كريستيان موبولو. إليكم التفاصيل، ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. شهدت الملاعب الإنجليزية مأساة إنسانية تمثلت في وفاة اللاعب الشاب كريستيانو موبولو لاعب نادي موروكامبي الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية. وأعلن نادي موروكامبي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وفاة موبولو البالغ من العمر 23 عام والذي انتقل إلى صفوف الفريق في يناير الماضي من نادي كرو. وقال بيان النادي: الجميع في النادي يشعرون بالحزن والأسى الشديد نتيجة وفاة كريستيان المفاجئة، ونقدم خالص تعازينا ومشاعرنا المخلصة لأسرته وجميع أصدقائه. وكان موبولو في 23 من عمره ووفته صدمة مروعة بالنسبة للجميع. انضم اللاعب إلى صفوف الفريق في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين أثبت جدارته واحترافيته بصورة مميزة للغاية، وكان محبوبا من الجميع. وللأسف الشديد فهناك غموض يحيط حول وفاة هذا الشاب، ولم يكشف النادي الإنجليزي عن سبب وفاة اللاعب. ويقال أن أحدهم قام بإبلاغ الشرطة عن وفاة اللاعب في شقته، حيث ظل أحد المترددين عليه وهم من أصدقائه يقومون بالاتصال به بصفة مباشرة، وهو لم يقم بالرد عليهم بالتليفون. وبعد فترة قام أحد الأصدقاء بزيارته للإطمئنان على صحته، ومن هنا تم الاتصال بالشرطة فاكتشفت وفاته منذ يومين. ويقال إن نتيجة وفاته كانت أثر هبوط في الدورة الدموية بشكل مفاجئ. أما بالنسبة للنادي الإنجليزي فلن يعلن سبب وفاة اللاعب، وطالب بيان نادي موركابي الجميع باحترام خصوصية عائلة اللاعب خاصة في ظل صدمة وفاة